أنه بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيش صار؟ ارتدت العرب وخرج مسيلمة الكذاب. من أين خرج مسيلمة؟ هنالك في اليمامة عند بني حنيفة، فارتدوا كلهم وأصبحوا يتبعون مسيلمة. فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى هنالك ليقاتلهم، كلهم مرتدون. تخيل كل قوم ثمامة كلهم مرتدون ومع مسيلمة يحاربون الإسلام إلا ثمامة ومن معه. فجاء إلى ثمامة بعض الناس وقالوا له: رأيت وضعنا، خالد بن الوليد الآن يأتي في جيش يريد أن يستأصلنا، يريد أن يقتلنا، يريد أن يسبي النساء، ومسيلم الكذاب بيننا يقول كذا وكذا ويدعي النبوة، فما هو رأيك؟ قال: اسمعوا أمري ترشدوا وأطيعوني تفلحوا، إن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي لا شك في نبوته، وإن مسيلمة كاذب كذاب ليس بنبي. الله سبحانه وتعالى يقول: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هذا كلام الله الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال مسيلمة؟ لم يقل مثل هذا، فهو كاذب، فلا تطيعوه واثبتوا على دينكم. أما أنا سأخرج إلى خالد بن الوليد وأطلب منه الأمان على نفسي وأولادي، ولن أبقى مع مسيلمة. وبالفعل خرج إلى خالد بن الوليد ينصره في حربه ضد قومه، ترك قومه لأنهم إيش؟ كفروا بالله. يا الله، كلهم مرتدين إلا هو ومن معه، وخرج معه بعض القوم. وفي البعد عن دار قد ضل أهلها هدى واجتماع وفي ذلك مهيع، هو منهم لكنه ثابت،